البوم. طائر جارح ينشط بصورة رئيسية ليلاً، وهو يستعين بحاسة سمعه القوية وعينيه الكبيرتين اللتين توفران رؤية ليلية جيدة في اصطياد الفئران والأرانب وغيرها من الحيوانات الصغيرة. للبوم ريش ناعم يسمح له بطيران صامت فلا ينكشف أمره، ولبعض أنواعه نعيق يسهل تمييزه. البوم السمراء لم تكن توجد إلا في الغابات، واليوم نجدها أيضاً في المدن حيث تصطاد الفئران والجرذان. في النهار تستريح على الأشجار وفي الحدائق. يعيش بوم الجحور وموطنه أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في جحور أرضية، وهو يحفر الجحر بنفسه أو يستعير جحراً هجره حيوان آخر. أما بوم الهامة أو بوم الحظائر يعشش في المباني أو في تجاويف الأشجار أو في عش صقر مهجور. رأس بوم الهامة المستدير يساعده على سماع الفريسة، وحيث يصطاد البوم فريسته يحملها إلى فراخه في العش. بإمكان البوم أن يدير رأسه في حركة شبه دائرية عندما ينصت إلى الأصوات حوله. يعيش البوم الثلجي أو الأبيض في القطب، ويعشش على الأرض ويقتات بصورة رئيسية نوعا من القوارض اسمه اللاموس. في استطاعة أي شخص أن يميز البومة من الوهلة الأولى برأسها الكبير العريض وبطوق الريش الذي يحيط بعينيها وهو يشبه صحن الفنجان. هذا الطوق يعرف بالقرص الوجهي، وهو يعكس الصوت نحو فتحتي أذن البومة. وفي بعض الأنواع يكون القرص الوجهي وفتحة الأذن كبيرتين جدا. تختلف عيون البومة عن عيون الطيور الأخرى في كبر حجمها وفي اتجاه كلتا العينين إلى الأمام، حيث تتمكن من رؤية الأشياء بكلتا العينين في نفس الوقت، أي رؤية مزدوجة مثل الإنسان، ولكنها لا تستطيع تحريك عينها، وبذلك يجب عليها تحريك رأسها لمتابعة الأجسام المتحركة. وللبومة أهداب طويلة على جفونها العليا وتستطيع أن تغلق بها عينيها، وعيون البومة تعطيها مظهر الوقار والحكمة، واعتبرت البومة رمزا للحكمة منذ أمد بعيد. للبوم أجسام قصيرة وسميكة وقوية، كما أن لديها مناقير خطافية وأرجلا قوية مزودة بمخالب حادة، ولدى بعض البوم خصل من الريش على رأسها، غالبا ما يطلق عليها آذان أو قرون، وغالبا ما تجعل تلك الطيور تبدو أكبر من حجمها الحقيقي. ولون ريش البوم أربد معتم ليتوافق مع بيئته ونشاطه الليلي.